ومشاهدينا كل عام وانتم بخير. برنامجنا أهلا بالعيد، برنامجنا الشيق والممتع بالأجواء العيد والأجواء المميزة في مدينة طول كرم. برنامجنا الشيق والممتع اليوم برعاية الميجالاند المدينة الترفيهية الوحيدة الآمنة، وكذلك الألعاب الجديدة تجدوها في الميجالاند. وكل عام وانت بخير. انت بألف خير يا رب. تعرف عليك محمد الطراوي. محمد كيف حالك؟ الحمد لله رب العالمين. كيف شايف أجواء العيد؟ والله مناسب الحمد لله رب العالمين. مبسوط فيها؟ الحمد لله. شايفك اليوم قاعد بتصفط بهالشوكولاتة كيف يعني الشوكولاتة أجواءها وزاكي مش زاكي؟ خرفنا أكيد. سعنا أكيد ممتاز الشوكولاتة تنبسط عليها أنت. أكيد. طيب كيف شايف أجواء العيد هاي السنة؟ الحمد لله منيحة. مبسوط فيها؟ الحمد لله رب العالمين. طبعا احنا مشاهدينا برنامجنا أهلا بالعيد، برنامجنا شيق وممتع. بدي تحكي لي مثل على زمن ست وستك، ولا تحكي لنا نكتة بما إنه العيد قرب. نكتة بعد كل دجاجة حفرت على راسها عفرت. طب بلاش بلاش خلاص، أنا بلاش خليك تنكر. نعطيك هدية من الميجالان ومنقول لك كل عام وانتم بخير. ايش تحكي للميجالان؟ الميجالان اللي هي مدينة الألعاب الترفيهية، إن شاء الله نزورها ونشوفها إن شاء الله. كم مرة رحت عليها؟ لسه إن شاء الله أول مرة أروح عليها. طيب احنا بندعوك وبندعو الأسرة كمان، طبعا جائزتك من الميجالاند اللي هي دعوة لتروح على كل الألعاب الترفيهية، وبنفس الوقت مشاهدينا الأجواء العيد المميزة في الميجالاند مش حتجدوها بمكان تاني، وهذا إشي مهم جدا. وبقول لك كل عام وانت بخير وشكرا لك. تبقى ألف خير. مشاهدينا متواصلين وإياكم في برنامج أهلا بالعيد، وكل عام وانت بخير. انت بخير. تعرف عليك توفيق غنام نور شمس. توفيق، يعني شايفك اليوم تتسوق انت والاسره وهالاموره الصغيره، شو اسمها؟ اسمها سيلا. سيلا. طبعا توفيق كيف شايف اجواء العيد هاي السنه؟ ممتاز الحمد لله رب العالمين. كل شيء فيها؟ كل شيء تمام الحمد لله. طيب سيلا مش بوظه هاي، يعني هاي مايكروفون. طيب احنا برنامج اهلا بالعيد يعني بنقابل الناس وكمان اخرى بنتعرف عليهم. توفيق عمرك رحت على الميجالاند؟ رحت. كيف شايف الاجواء هناك؟ ممتازه حلوه وكل شيء مريح. طبعا مشاهدينا سيلا قطعته للمي. احنا بنأكد انه برنامجنا اليوم اهلا بالعيد برعاية الميجالاند المدينة الترفيهية الآمنة والألعاب والأجواء المميزة. مشاهدينا الميجالاند المدينة الوحيدة اللي بتفخر بزوارها وبنفس الوقت بتوفر كل شيء حلو عندها. طبعا احنا بنسألك سؤال وان شاء الله تكون معنا من الرابحين. طبعا احنا مشاهدينا الكل بيربح عنا، كل واحد بنقابله بيربح عنا. اذكر لي مثل شعبي قديم. اجت لخيول تدين حذاء كامل فرمت اجرو. شو ايش هي؟ اجت لخيول تدين حذاء الفرمت اجرو. والله انا اول مره بسمع فيه. واحد بتدخل باشياء كثيره فبنط واحد بده يعني فهمان. وربحت معنا هاي طبعا لسيلة الهديه. سيلا خذ الهديه وسيب المايك. ايوه يسلم. وبنقول لك كل عام وانت بخير. انت بخير. شكرا لك. هي الله. مشاهدينا متواصلين واياكم في برنامج اهلا بالعيد، برنامجنا الشيق والممتع واللي كمان اخرى بنقابل في الاجواء الرمضانيه واجواء العيد الممتعه في مدينه طول كرم والاسواق الشعبيه. وبنقول لك كل عام وانت بخير. وانت بخير وصحه وسلامه. تعرف عليك منذر مهنا صاحب محلات مهنا الالعاب. الله اكبر الاخ منذر، يعني ما شاء الله غني عن التعريف. منذر كيف شايف اجواء العيد السنه؟ والله اجواء حزينه، اجواء حزينه ومش عارفين، والله الواحد ما عارف راسه من اجري في الوضع هذا. يعني هو الوطن العربي كله مش معروف راسه من اجري. طبعا احنا مشاهدينا بنأكد وبندعو زوارنا لزياره طول كرم والاجواء الجميله والاجواء الممتعه والاجواء الرمضانيه الحقيقه اللي الواحد بيفتخر فيها. وبنفس الوقت بنأكد على انه طول كرم الاجواء الهاديه والاجواء الامنه لزوارها ولمتسوقيها ولاهل طول كرم بالتحديد ولاخوتنا في المدن الثانيه. برنامجنا اهلا بالعيد بدي اسالك سؤال، تذكر لنا مثل من هالقديمات. مثل من هالقديمات وعد كل طب الجرعة ثم تطلع البيت زائمة. والله رحنا مثل كلنا يوسف. ولا مثال؟ ضعن كلنا هسه، عشان عندي امثال. مشكلة مشاهدينا عند الكاميرا كل شيء بيضيع. ضعن كلهم، والله عندي امثال كثير، ضعن كلهم لما شفتها. طيب احنا بدنا نهديك هدية من الميجالاند، مدينة الميجالاند المدينة الترفيهية الوحيدة على مستوى فلسطين اللي فيها كل الأجواء للأخ ماهر غانم. شو بتوجه له كلمة لماهر غانم؟ ماهر حبيبي وصديقي وبيستاهل كل خير وإلى الأمام إن شاء الله يا أبو محمد عزيز وغالي. حبيبنا أبو محمد احنا بنقول لك كل عام وأنت بخير وشكرا لك. من شاشة التلفزيون السلام، خليكم معنا مشاهدينا حتى نشوف متسابقين جدد. كل عام وأنت بخير. مشاهدينا برنامجنا الشيق والممتع بيجيكم من على تلفزيون السلام، برنامجنا أهلا بالعيد بالأجواء العيد والأجواء المميزة. اليوم برنامجنا برعاية الميجالاند، برعايتنا الكريمة والرائعة والأجواء العيد المميزة بس بتجوها في الميجالاند. كل عام وأنت بخير. وأنت بخير والصحة والسلامة. تعرف عليك محمد نواس خيم طول كرم. محمد شايفك اليوم قاعد يعني
من اجواء العيد وقاعد تطلع على الاطفال، كيف شايف اجواء العيد السنه؟ لا الحمد لله اجواء العيد جدا جيده والحمد لله رب العالمين، الاولاد مبسوطين الحمد لله. حافظ مثل شعبي؟ مثل في كثير امثال شعبي. كل دجاجه حفرت على راسها عفرت زكنا. دجاجه حفرت على راسها عفرت، والباب اللي بيجيك منه الريح سد وستريه، في شغلات كثير هنا. شو في كمان؟ والله هي الموجود. كيف شايف اجواء العيد؟ مين احسن السنه هاي ولا السنوات الماضيه؟ والله كله العيد عيد، الحمد لله رب العالمين، بس السنه في حركه يعني في ازدام هيك بدهم يدفعوا العيديات. بدهم يدفع حيدفع حيدفع ما في. وهيك هيك الصبايا بدهم يلم من العيديات في العيد. ان شاء الله يعني يكون عيد خير علينا وعليك، طبعا ربحت معنا من الميجالاند. هدية طبعا قلت لي دائما ولا عمري ربحت وهي احنا ربحنا. حبيبي يسلموا. طلع وانت بخير وتشرفنا. خير والصحة والسلامة واحنا ترف شرف. مشاهدينا باجواء العيد الاجواء المميزة والحلوة بنلتقي بمجموعة من الصبايا اللي هن مبسوطات في الاجواء العيد والاجواء الشيقة والممتعة. كل عام وانت بخير. وانت بألف خير. شو اسمك؟ حنين. كل عام وانت بخير. وانت بألف خير. تعرف عليكي؟ ملك بدران. كل عام وانت بخير. وانت بألف خير. شو اسمك؟ غينا. غينا. كل عام وانت بألف خير. شو اسمك؟ حلا. حلا. طيب شو بتعملوا اليوم على الدوار؟ بنلعب الصغار السيارات. تلعبوا بالسيارات وبنلعب الصغار. انتوا يعني هون دائما بتيجوا ولا اول مره؟ نحن جايين من بابا. هذول الاغراض اللي كنا لبابا. طيب كيف اجواء العيد السنه؟ مبسوطين فيها؟ الحمد لله مبسوطين. كلكم اخوه؟ طيب بما انه انتوا كلكم اخوه كيف حالك؟ مبسوط؟ مروح. كل عام وانت بخير. وانت بخير. اذكر لنا مثل شعبي حلو. ها؟ اذكر لنا مثل شعبي حلو. من عندك تذكر ام الفراطة؟ فراطة ولا كاش؟ انا شو داعي؟ طيب احنا عمركم رحتوا على الميجالاند؟ نعم. نعم. شو بتلعبوا هناك؟ كل الالعاب. دولاب. دولاب؟ سفينة. رحتوا على الفايف دي؟ لا. كنتوا تروحوا عليها؟ طيب احنا بنعطيكم هدية لكم كلكم، هاي لكم كلكم لكم كلكم من الميجالاند، بتروحوا على الميجالاند بالعيد. شكرا لك. وكل عام وانتم بخير. وانت بألف خير. مشاهدينا ما زلنا متواصلين واياكم، للاسف احنا انتهينا من حلقتنا اليوم برنامج اهلا بالعيد، انتظرونا للايام القادمه ان شاء الله حتى تلتقوا فينا وكمان اخرى. مشاهدينا ما حد بيخسر، شكرا للميجالاند وشكرا لكم، واحنا متواصلين معكم، خليكم معنا.